تكون بالحديقة وبالنشاط. نعم نعم نعم. شو حبيته للنشاط؟ نعم. بدك بعد مثله؟ نعم. بدك تضل تجي على الحديقة؟ نعم. بفكر كثير بهيدا اليوم وبتمنى كل يوم تعمل. بدنا نحن لعب وبدنا كل شيء تكون حلوة كل مرة نجي لهون. نشاط كثير حلو وبالاخص الاطفال بعمل لهم مكان عام حلو في العاب بتعلمهم على قصص بيئه على طريقه اذا بدك لعب اكتف اذا بدنا نقوله. وهيدا نشاط كثير 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 حلو. يا ريت كل الجمعيات بتعمل مثل ما انتم عملتوا. نشاط كثير مهم لصور. الهدف من النشاط انه الناس يجوا يتعرفوا على الحديقه. اللي ما بيعرف انه في حديقه عامه بصور يجي يشوف انه في حديقه عامه. اللي بيعرف انه في حديقه عامه وبخاف يجي عليها لانها مهمله ومنا امنه يجي يطالب انه نحن بدنا حديقه تكون تشبهنا، حديقه بتلبق للصور السياحيه اللي نحن عم نشتغل انها تصير، حديقه نظيفه وامنه يقدروا يلعبوا فيها اولادنا بامان من دون ما يكونوا خايفين بشيء. نشاط كثير حلو وان شاء الله تكون وصلت الفكره لكل العالم انه نحن بدنا جنينه لانه بحق لنا يكون عندنا جنينه وتجي كل العالم عليها. أهمية الحديقة أنه هي المتنفس الوحيد بمدينة سور، هي المساحة الخضراء الوحيدة بمدينة سور. يا ريت كلنا نحط إيدينا بإيدين بعض بنتساعد لحتى نكون حديقة من أحسن الحدائق بالعالم عشاننا بتقدروا.